السلام عليكم صغاري، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء وأن نلتقي عما قريب إن شاء الله. فمرحبا بكم في حصة جديدة، هيا تابعوا معي. اليوم أطفالي سنتعرف على حرف جديد وهو حرف ضاء. رددوا، حرف ضاء. حرف الضاء يشبه حرفا درسناه سابقا، من يذكرني به؟ جيد، حرف الضاء يشبه حرف طاء. أحسنتم، ما الفرق بينهما؟ حرف الضاء لديه نقطة فوق، بينما حرف الطاء ليست لديه نقطة. جيد، هيا بنا لنتعرف على أشكال كتابة حرف الضاء. حرف الضاء في أول الكلمة يكتب على هذا الشكل، مثل كلمة ضب يون، ضب يون. جيد، حرف الضاء في وسط الكلمة يكتب على هذا الشكل، مثل كلمة من دار. رددوا، من دار. جيد، حرف الضاء في آخر الكلمة يكتب على شكلين، إما ممسك بالحرف الذي قبله أو غير ممسك بالحرف الذي قبله. مثال لحرف الضاء ممسك بالحرف الذي قبله، مثل غليظ. رددوا، غليظ. مثال لحرف الضاء غير ممسك بالحرف الذي قبله، مثل كلمة محفوظ. رددوا، محفوظ. هيا بنا الآن لنقرأ حرف الضاء مع الحركات والمدود. حرف الضاء مع الفتحة ينطق ض. رددوا، ض. حرف الضاء مع الضمة ينطق ضو، ضو. حرف الضاء مع الكسرة ينطق ضي، ضي. حرف الضاء مع الفتحة والألف ينطق ضا، ضا. حرف الضاء مع الضمة والواو ينطق ضو، ضو. حرف الضاء مع الكسرة والياء ينطق ضي، ضي. حرف الضاء مع الفتحتين والألف ينطق ظن، ظن. حرف الضاء مع الضمتان ينطق ظن، ظن. حرف الضاء مع الكسرتان ينطق ضن، ضن. حرف الضاء مع السكون ينطق ظه، ظه. هيا بنا الآن لنقرأ معا الجملة. تس تس تظل، تس تظل. رددوا، تس تظل. أس أس ما أو أسماء. تستظل أسماء. و أح أح مادو وأحمدو. تستظل أسماء وأحمدو. رددوا، تستظل أسماء وأحمد. بالطلة، بالطلة. رددوا، بالطلة. تستظل أسماء وأحمد بالطلة. هاي تابعوا معي. تس تظل، تس تظل. أسماء
أسماء وأحمد وأحمد بالضلة بالضلة. جيد، أحسنتم صغاري. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا اليوم، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.